2020 هذه المنطقة شهدت نزاعا حدوديا بين إثيوبيا والسودان على الحدود الشرقية للأخيرة، تحديدا في منطقة الفشق التابعة لولاية القضارف السودانية المحاذية لإقليم أمهر الإثيوبي والتي يشقها نهر بسلام إلى جانب نهري ستيت وعطبرة، كما توجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدا. هذه المنطقة الزراعية تمتد على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 1068 كيلومتر، وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة إلى الفشقة الكبرى، الفشقة الصغرى والمنطقة الجنوبية. المزارعون الإثيوبيين اعتادوا التسلل إلى هذه الأراضي منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما أدى إلى دعوات متكررة لترسيم الحدود في هذه المنطقة بين الجانبين السوداني والإثيوبي، بعدما وضعت ميليشيات إثيوبية علامات حدودية على أراض زراعية سودانية مساحتها وصلت إلى 1500 فدانة. في عام 2017 أعلن عن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود بين الجانبين عدا منطقة الفشقة، كما أصدرت الحكومة السودانية حينها قرارا بمنع المزارعين السودانيين من تأجير أراضيهم للمزارعين الإثيوبيين وخلو هذه المنطقة من قوات الجيش، ساهم بدخول المزارعين في مواجهات بشكل متكرر موسميا، إلى أن عاد الجيش انتشاره مؤخرا، وهو ما أدى إلى مواجهات